تدريب الأولاد والأطفال على طبعا الإيمان عن طريق الألعاب والقصص والمهارات الحياتية هو نشاط جديد ونادر بلبنان حقيقة. مع زميلتنا كارين خاطر شدياء رح نحكي على نشاط جود ويل كومباني. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيك، أهلا وسهلا فيك كارين. نحن مبسوطين أهل البيت إنك تكوني معنا اليوم. مرسي تمارا، شكرا لتشجيعكم لاستضافتكم. بالعكس، بدنا نحكي اليوم عن شيء حقيقة نادر الوجود، ونحن بأمس الحاجة لنعيد القيم المسيحية والأخلاقية التربوية لأطفالنا، لأنه عم نفقدها بوجود كل هالسوشيال ميديا والموبايلات بين إيديهم وهن بعمر صغير. خبرينا كيف طلعت معك الفكرة لتعملي هيك. عم نشوف اذا بناخذ الكاميرا على اللاج، عم نشوف الصوم الذي اريد، عم نشوف سلمي واللي اخذ فكرته من السلم طبعا من كتاب يوحنا، يوحنا السلمي، السلم الى الله. مزبوط. بهيدي اللعبه هن الاولاد اخذنا كتاب كم سي انه خلص قريوا الكتاب، كل مفاهيم الكتاب انحطت بقلب هيدي اللعبه، سو هن عم يلعبوا تباعا رح بيكونوا كانهم قريوا هيدا الكتاب، وهون هيدا مفتاح لحتى نكون عم نفوت شوي ورا شوي بانه يتعمقوا بالامور. تمارا فرجينا السلم بليز شوي. تمارا فرجيكم قديش حلو. هيدا بالانجلش وهيدي الفيرسيون بالعربي. واذا بدك نفتح ونبلش نحكي شوي شوي على الكونسبت، اشرحي لنا هي فكره السلم الحي، السلم والحي اللي كنا نلعبها نحن وصغار. بس جوا انت حاطه، اذا بتفتحي تمارا البطاقه بين ايديكي نحن عم نشوف هي مثل خريطه نفس السلم الحي، بس اكيد ديفرنت كونسبت. بدك تخبرينا اكثر؟ الكونسبت هو انه نحن كيف بدنا نعلم الولد الخير والشر، انه كثير صعبه نحن ككبار ما كنا نعرف لعبه هالايمان، اللي هو بكل بساطه الايمان انك تعرف تضبط هالشر يلي عندك وتكون عم بتفعل ثمار الروح القدس. من هون اجت الفكره نشتغل ب الجود ويل سي. هيدي الكونسبت بكب الزهر الولد. عنا الزهر وعنا البطاقة وعنا الجرس. مزبوط، أكيد بكب الزهر وبيمشي. إذا وصل عند السلم بدي يقول ثمر الروح القدس شو هو. لنقول صلاح. بيقول صلاح وبيطلع. بس هلأ إذا وصل على الخطية بده يسمي الخطية، بيجيب الجرس دغري بسرعة وبيصرخ كلمة توبة. هون لحتى نكون عم نذكره انه الارمنا الداخلي على طول عم يشتغل. وانه انا بس كل مره بغلط علي بس اني انتبه اني غلطت، لانه ما حدا ما بيعمل غلط، ما حدا ما بيعمل خطيئه، و يكون عم بصحح علاقته مع الله. كيف؟ من خلال اللعبه بيقول توبه، هذا اول بوان. وبيسحب كارت، الكارت في عنده شوية درس وفي عنده أسئلة، مثلا عدد ثلاث طرق مثلا تفادى الكسل. عدد ثلاث طرق تفادى الغضب. سو هيدي فيها نوع من تربية وتدريب على كيف انه شوي شوي انا اتخلص من خطايا بس صغيرة. بس سهل للولد يفهم اصول اللعبة؟ امتين بده يسأل وامتين بده؟ هي مكتوبة ورا ومشروحة بالتفصيل، انما دور الاهل كتير كتير في عنا بروشور بتمارا مكتوب عليه اصول اللعبه ولا الاجوبه؟ هو اجوبه. يعني الاهل اللي قاعدين هن بين بعضهم، يعني وقت انا اجي على الحي وقول توبه بدي اسحب سؤال، سو يلي عم يلعب معي رح هو ينطرني شو عم جاوب، لانه رح يفتح يقرا اذا انا جاوبت مزبوط او لا. سو اللي عم يلعب معي تعلم، وانا بدوري كنت عم جرب جاوب، يعني هو عم بيقول لا غلط هو هيك بصير. سو كيف كمان علمنا بعضنا هيدا الاصول، والاهل دورهم كثير كبير لانه هي بتنلعب مع كل طيب العائلة. قبل ما انقل للقصه الثانيه اللي بايدي، حضرتك حطيتي الافكار، مين نفذ لك والمطبعه فهمت عليكم بالضبط شو بدكم؟ كان في تحديات ولا فكره سهله؟ منا كتير سهلة انه نطبق بهالسهولة، انما الافكار كانوا موجودين وهيك اخذوا شوية وقت لتبلوروا ولنعملوا بطريقة لعبة. بس الحلو انه الديزاينر كنا انا وياها عم نشتغل شغله ورا شغله، كانت هي عم بتلبي بكل يعني بطوعيه من دون ما انه لا انا بدي غير ومش هيك بصير الى اخره. هيدا الكيمستري اللي بتربى مع الديزاينر، هذا الشيء كثير بيساعد. كما وانه المطبعه كثير اخذوا وقتهم ليفهموا تفصيل اللعبه شو، وعملنا دامي 1 دامي 2 3 لحتى اكدنا 100% هيدا الشيء اللي بدنا اياه نعمله ومشينا على الطبع. طيب
طيب هلا بايدي في الصوم الذي اريد، مزبوط. هون في كتيب، شو موجود فيه؟ اوكي، هيدا الكتيب نعم. هو الفيرسيون المصغره عن هيدا، لانه هيداك عملناه السنه الماضيه. هيدي شو اللي بايدي؟ اللي بايدك هي لعب طريقي نحو الله والقريب. هيدا مشروع الصوم، اني انا اعرف اوصل لله واوصل للقريب، ما بدي اكثر من هيك بصومي، يعني انا ما بدي اعمل عجائب انا وصايمه، بقصص كثير بسيطه بيومياتي انا بقدر اوصل لله واوصل للقريب. رح جرب افتح مالي عم بحرتي عليكم، بس في شمعه بالاول. نعم. سو انا بهي اذا بتعليها شوي بليز. فوالا. هي الشمعه بالاسفل. فوالا. في هيدي الشمعه. نعم. الولد بياخذ الشمعه وبيبلش مشروع صومه. كيف؟ اول شيء بياخد الشمعه بيضويها قدام الايقونه. نعم. بيروح بيعبط اهله بيقول لهم انا عم بلش اليوم بدايه جديده معكم، وبيستغفر منهم انه سوري اذا انا زعلتكم عصبتكم. هذا اخذ الغفران قبل ما اللي بيسبق تنين الصوم. مزبوط. نعم. وبيقول لهم انه انا مستعد اذا اعتذر عن القصص يلي عملتها غلط، وانا عم بلش بدايه جديده بعنايه ربنا. ونبلش هيدا الكونسبت. بأول أسبوع هو بده صوم الحواس، يعني أنا بعطي قلبي هذا الأسبوع لله وبنطلق منه بمهام كتير صغيرة، من أنه ضوي شمعتي، لأني عانق أهلي، لأني أحكي مع كاهن رعيتي واتفق معه شو الصوم يلي بيناسب عمري. من الأفكار كلها هي مثل تشيك ليست، هي لعبة. على مدار 7 أيام بالأسبوع بده يكون عم بيطبق هودي الـ7 مهام، وكل أسبوع في عنده هدية بياخد الهدية. تريت يعني إذا مشي صح. Exactly. مش إذا مشي صح، قبل ما يمشي بياخد التريت، لأنه ربنا ما حط علينا شروطات. شو فيها الهدية؟ الهدايا تتنوع من كولورياج لكرافت. هذا انفلوب في بقلبه شيء، في بقلبه الهدية. أها. سو بيسحب وبيبلش صوم. مش رح نخبركم عنها لحتى لما لا تحصلوا عليها. كنا محمسين. Exactly. حلوة المفاجآت. وبيمشي فيهم. هون حطت له روسات كيك صيامة. يكون عم يعمل هالروسات مع أهله. وبهيدا الأسبوع هو بيستفقد القريب. انتش حلو موسوعة كاملة يعني كل شيء. بتلفن لتيتا لجده ومنمشي لنوصل لآخر هدية. عن جد انت كتير كرياتيف مبدعة حقيقة. نحن سعيدين انه انت من عائلتنا، عائلة مريم تي في حقيقة. أنا إلي كتير للفخر انه هيك انضميت لهالعائلة. حسيت انه عطيتني مساحة. Exactly. مساحة عبر عن الشيء اللي أنا عندي بهالمبادئ والأسس اللي كتير حلوة، وهيدا المطرح بالتحديد هو عم بيروج لكل هيدا المبادئ. نحن شو عم نشوف بهيدا العلبة؟ هيدا الفيرسيون القديمة. كان كلها بوكسز، كيف كان الكريسماس بنفتح الكازية وبيطلع لنا الكادو. هون كانت تصير هيك، بس لأنه تكاليف كتير عالية وصعوبة الطباعة وهيك خلتنا شوي زغرناها حتى نقدر. أنا عم بسمع كله، يعني رح نفرجي تباعا عنا هون كالندر. بيكون الشخص عم يحط عم بيعمل بلانينج ويحط البلاسينجز. هذا شيء كتير مهم، الشكر ويكون شخص جريتفول. رح نشوفها سوا، بس قبل ما تخبرينا انا عندي سؤال. يعني كان عم يراودني كارين، انا عم بسمعك مع كل هالافكار الخلاقه والحلوه. قديش مدى سهوله انه تكون عم نقنع الطفل اليوم بدل مواقع التواصل الاجتماعي والايباد والتليفون اللي ما بتنزل من ايده، انه يكون عم يلتزم بهيك العاب فعليا حلوة؟ هذا هدف جودويل سي. نعم. لما يكون في نية بدي أعمل، أنا رح أقدر أعمل. وهون مين بده يساعد؟ الأهل. نعم. بدهم يعطوا من وقتهم، بدهم يعطوا من مالي، بدهم يضحوا بشوية. إذا روحنا أنيفرسير لحتى نكون عم نعمل شيء بالعيلة، هي العيلة بتغلب أن نكون عم. لا، وهيدي أحلى على فكرة، هيدي أحلى هدية لأي أنيفرسير إذا رايحين هن. أنا في عندي مدام كل ما يكون عندها أنيفرسير بتجي وبتطلب سلمي، بتقلي أنا ما بشبع منها ألعب مع أولادي، كيف بالأحرى أني أعرفها لغير عيال؟ وهذا الشيء عن جد هيك بيفرحنا. كيف الاقبال؟ كيف حاسه؟ الاقبال منيح، بس نحن مشكلتنا شوي انه غلط طباعه. الاسعار يعني هديك السنه هيدي ما عليه، بياخذون على مطعم على فرد قعده بحطوا ملايين الليرات. مزبوط. اكثر من 100 دولار بيرجعوا على البيت انه وراحت. مزبوط. بينما هي بتضل معهم، وهيدي عم بتربي طفل على قيم اخلاقيه وروحيه، وبتضل معه كل حياته. يعني ما في خساره باللي راح يدفعوه
ينفوا عم بتربي مجتمع صالح بالتالي كمان هون بما انه نحن جايين على ايستر كمان هذا الشيء لفتنا كنت عم بتخبرينا عنه ستيكرز. تحت الهواء ستيكرز بس ليكونوا عم بيستخدموها على البيضه ككل بدل ما يكونوا عم بيلونوها رموز مسيحيه كثير حلوه لازم تشرحي لنا عليها المسيحيه معانينا المسيحيه يلي هي انه البيضه الحمراء مع الصليب يلي بترمز لايقونه مريم المجدليه وقتها كان عم يقنعها القائد انه انت اذا بتصير البيضه حمراء بايدك انا بامن بمسيحك وفعلا تحولت البيضه للون احمر بدنا نفهم انه ليش نحن بنحط بيض بالعيد شو هدفه شو هن العبارات المسيحيه هو بيلزقون على البيضه وكمسي انه وفرنا كولوران وامراض وقصص غير سليمه على الاولاد وبذات الوقت انطبعت بذاكرته الجوانيه يعني بالانكونسيان هالرموز قعدت وصار هو يقدر بسهوله بس يكبر يكون عم يرجع هيك يرجع لها لانه كل شيء بتزرعيه على صغر بيترسخ وبيبقى أكيد. سو هذا الهدف من القصص يلي عم وعندنا كمان هون اذا فينا نقول هيك كالورينج بوكس كمان كالورينج كرافتس يس هول كرافتس كمان موجودين وكنا عندنا كمان هون بتو فيرجنز اذا فينا نفرجيهم كمان يعني شكلهم والديزاين والالوان شهوني ارجع صغير أكيد. وافتح العلب واقعد لون اصلا الستيكرز اللي موجودين وارجع ببيع نعم يعني فعليا ليكي تيتا سيام انت ليكي هالفكره شو ذكرتوها نحن وصغار تيتا سيام يلي عندها 7 اجرين شرحنا عنها هذاك التنين يمكن حطينا الصور عن العادات اليونانيه مزبوط هذا بعيدوا اول تنين بسكروا وبيرسموا هاي تيتا سيام وبيعملوا الكيك مع كل اسبوع هن 7 اسابيع للصوم بيشيلوا لها اجر بيعملوا حلو بس قصتها كثير مهضومه انه كانوا عم يتخانقوا الاجرين مين اهم اجر بالصيام بقى بتمشي القصة وبتفرجين انه كل اسبوع له قيمته وله رونقه وله حلاوته لانه لولا هالاسابيع ما بنوصل للقيامة اكيد يعني سو هيك هيدا كونسبت العيد يعني الكولورياج لشو في لهم معاني ولا بس الكولورياج لا هن قصص دينية هون روجنا للايقونة هون رجعنا ردينا الايقونة على قلب البيوت يعني حلو. صار يفهم الولد كيف يرجع شو الالوان اللي بده يستعملها بقلب الايقونة والستيكرز هي بتحفز شوي انه اي لاف جيزس انه هالقد بدها تواضع وبدها بساطة وبدها قلب كتير صغير لبعد هلا بهيدي الايام اللي مع كل شيء في سوشيال ميديا واضواء يقدر يقول اي لاف جيزس انا عمري مدري قد ايه وبعدني كل يوم بقول له انه اي لاف جيزس وهذا اللاف يلي بيعطينا الحماس انه نكون احسن واحسن يوم ورا يوم يعني عندي سؤال لإلها هلا كمان اجى ببالي قديش كل هالاعمال القيمه اللي عم بتقومي فيها قديش عم بتعود بالفايده النفسيه لإلك قديش بتحسي براحه نفسيه انك فعلا عم تنتجي هيك اشياء حلوه نحن حسينا بالراحه النفسيه صح قديش بتحسي يعني. مرتاحه هيدا فرح يعني الواحد كيف بترجم حياته بفرح انه ينقل للاخرين شيء هو كثير بحبه وهودا اجوا عن خبره روحيه كثير طويله لقدرت فهمت الايمان اجوا لهم علموني ايمان هالمرشدين يعيشونا الذنب والقصاص والله وجهنم واكتشفت بعد فتره كثير طويله من قراءات الاباء ومن متابعه روحيه انه الله حلو كثير وانه الله انا بقدر اعيشه بداخلي والملكوت الداخلي هو وبكثير من الفرح وفولا وهيدي الكمية اللي عندك من الفرح والحب والمحبه بتقدر تترجمهم بهيك اعمل هذا ما بيعني انه انا انسان كامل هذا بفرج قديش بضعفاتنا نحن بنقدر نكون عم نفيد الاخرين ومن موجودين نعطي الحلو وبنخلي لنا البشع موجودين بالاديار وبالمكاتب الدينيه شوي شوي عم نبلش ننتشر بعدنا هيك بطيئين لانه انا عم بشتغل على صعيد فردي ما في انه ستاف كبير عم بلبي بس يعني انا برايي لازم يكونوا موجودين بالمدارس ان شاء الله ايه بالمناهج نعم وموجودين بالكنايس بالرعاية كل كنيسة عندنا عند الأرثوذكس في حركة الشبيبة الأرثوذكسية سو عندهم ليفل تبع الأطفال يعني بيقدروا يكونوا عم يستفيدوا منهم وكلهم يحصلوا عليهم حتى أنا أخذوها لسلمي لتحضير أول قربانة عملوا منهج كل أول قربانة من القصص اللي موجودة جوا هن أضافوا أكيد الوصايا وقانون الإيمان وغير قصص بس التعليم المسيحي استوحوه من هيدي اللعبة سو كيفية منا مقتصرة بس على فئة معينة هالقد شاملة طيب كيف يتواصلوا معك اللي هلأ عم بيحضروا وحابين يهدوا منهم لأولادهم أو لقريبينهم أو لأعياد ميلاد
عندنا صفحات الفيسبوك اللي هي جودويل سي، وفي ارقام التليفون موجودين كمان على العلب، في انستغرام جودويل سي كمان، انه هيك بيقدروا بس هم مجرد يكتبوا يتواصلوا جودويل سي رح تفتح مزبوط. الصفحه ويشوفوا جود ارقام. دوت ويل دوت سي هيدي للانستغرام، اكيد انه نعم. بيقدروا يوصلوا لنا، في ارقام التليفون ونحن حاضرين لاي نحن مساعده. بدنا نهنيك كارين، وعن جد بنشوف حالنا فيك وبهالرساله الروحيه والتربويه اللي عم تقومي فيها، وهيك اليوم هيك اخذناك من تيم كافي بريك لتيم اون تايم، بس لحتى نكون عم نفرجي للمشاهدين هالقيمة الروحية والتربوية اللي حضرتك أبدعت فيها. نشكر الله، هن شيء كتير بسيط بهيك بحضن ربنا، وهو أكيد اللي عم بيعطي هيدي نعمته مش أكتر. ومن كوفي بريك لأون تايم أنا بعد بنفس العائلة. صحيح أكيد. صحيح، رسالة واحدة أكيد، رسالة واحدة. احنا انبسطنا فيك كتير اليوم، مرسي لكم لاستضافتكم. شكرا لحضورك معنا، شكرا تمارا على المرافقة اليوم كمان، وهيدي كانت حلقتنا ليوم التنين. انطرونا دايما من التنين للسبت مع برنامج اون تايم على مريم تي في. برجع بذكركم وان شاء الله بتقدروا تشوفون على الشاشه انه فيكم تفوتوا على صفحتنا باليوتيوب مريم تي في لبنان، وتحضروا وتختاروا اي فقره عجبتكم ترجعوا تشوفوها وتعملوا لنا شير وسبسكرايب بليز. والله معكم.